بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل اليوم لقائنا الثاني في استعراض كتابي الذي بعنوان حركات التغيير والحراك الجماهيري. تناولنا في الفصل الأول حركات التغيير وشرائح الشرائح السكانية، وكما قدمنا سابقا أن الكتاب يتناول أثر العامل الديموغرافي السكاني في حركات التنمية والنهوض والتقدم. الفصل الثاني في الكتاب بعنوان حركات التغيير والثلاثية الحساسة، وأقصد بها بهذه الثلاثية الدين والعرق واللغة، ويدخل في إطار العرق أيضا مصطلح القوميات. وفق إحصائيات اليونسكو عن التنوع البشري في الساحة العالمية، هناك قرابة 10,000 مجموعة عرقية في العالم متنوعة. لا يكاد نجد دولة الآن أو إقليم متحد عرقيا ودينيا وقوميا. الآن مع الحركة العالمية ومع تنوع الدول ومع نشأ الدول في ظروف تاريخية حديثة، لا شك هناك دول يغلب عليها التنوع الكبير الذي يكاد يكون بألوان قزح، مثل الشعب الأمريكي، أصول صينية، أصول أوروبية، أصول أسيوية، أصول أفريقية. كل هؤلاء ساهموا في بناء الحلم الأمريكي. في الساحة الإسلامية والعربية أيضا، دولة كالعراق هي دولة متنوعة بين التركمان والعرب والكرد على مستوى القوميات. دولة مثل السودان تكاد تكون قارة تسبح على ظهرها مئات من القبائل المتنوعة والديانات، بدءا من الإسلام إلى المسيحية إلى اللادينية. فعمليا الأقاليم المتنوعة، الأقاليم حقيقة في أصلها أنها في يغلب عليها التنوع والتنوع الديني واللغوي والقومي. وبالتالي لا شك أن إحداث تغيير في هذه الأقاليم المتنوعة يحتاج إلى رؤية وإلى استراتيجية تستفيد من كل المكونات الاجتماعية الموجودة على ظهر هذا الإقليم أو على ظهر هذه الدولة. فحركات النهوض والتنمية والإصلاح إذا لم تحسن التعامل مع هذه الثلاثية الحساسة أصبح هذا المكان أو هذا الإقليم في مهب الريح. تعرفون أن عدد الضحايا في النزاعات الداخلية في الساحة العربية يفوق بعشر مرات عدد الضحايا ما بين الحروب العربية، ما بين عدد الضحايا في الحروب العربية الإسرائيلية. أن عدد الضحايا في حرب دامت 20 سنة بين شمال السودان وبين جنوبه تجاوز أعدادا ضخمة تكاد تقترب من الملايين. أن عدد النازحين في النزاع الأخير في اليمن ما بين الحوثيين والحكومة اليمنية بلغ في بضعة شهور حوالي 160,000 مهجر أو نازح تركوا منازلهم. فإذن إذا لم تحسن الدول والمنظمات والهيئات والحركات بكافة أنواعها التعاطي مع هذه الثلاثية الحساسة من الدين والعرق واللغة واختلافها، وأن تجعل فلسفتها في النهوض والتنمية والتغيير والاستفادة من كل هذه المكونات، أكاد أجزم من خلال هذا الكتاب ومن خلال هذه الكتابات ومن خلال اهتمام بهذا المشروع، مشروع تنوع المجتمعات، أن إذا أن المجتمعات المتنوعة إذا برزت فيها حركات عنصرية وفاشية وإقصائية، هنا نذير شؤم أن مستقبل هذا الإقليم وإن بدا ناهضا سيؤول بدرجة من الدرجات إلى حروب داخلية طائفية لا تبقي ولا تذر. فإذا نحن نتناول في هذا الفصل ونتكلم حول حسن إحسان تعامل الدول والحركات والمنظمات مع في إدارة التنوع الموجود في داخل هذه الدول وفي داخل هذه الأقاليم، بحيث نجعل هذا التنوع قوة وليس ضعفا، نحول هذا التنوع من تنوع اشتقاقي إلى تنوع اشتمالي. فمثلا في الحالة الأمريكية، نبدأ في هذا الفصل، أكثر جدا من التطبيقات أي النماذج حتى نرى النماذج التي نجحت في إدارة هذا الملف كيف كان معدل ومؤشرات نهوضها وتغييرها وتقدمها، وننظر أيضا في نماذج فاشلة تعاطت مع هذا الاختلاف وهذا التنوع بمنطق سلبي فنتجت كوارث عميقة وغائرة في وجه هذه المجتمعات. المجتمع الأمريكي إلى فترة قريبة إلى الستينيات كان يحتوي في داخله على قرابة 20 مليون زنجي، أي يمثلون في هذه الفترة 10% من حجم السكان الموجودين في أمريكا.
تعرفون أن سياسة التمييز العنصري وعزل السود عن البيت في المسكن وفي في المركب وفي المطاعم وفي المدارس نتجت عنها كوارث، ولكن نجح السود من خلال حرب اللاعنف ومن خلال الضغط المتواصل بتكنيكات مختلفة في الاندماج في الجسم الأمريكي، وقدموا يعني دعما كبيرا للحلم الأمريكي عندما نجحوا في تجاوز هذه العقبة ووصلوا إلى تسوية تاريخية تجعل كل أفراد المجتمع الأمريكي إلى درجة كبيرة دستوريا وتشريعيا متساوون. وقد تجلى ذلك في يعني انتخاب رئيس أول رئيس ملون لأمريكا أوباما. لا شك أن هذا نتاج جهد ضخم جدا انطلق من أننا أمريكيين متساوون نسعى إلى نهضة أمريكا، نحب الحلم الأمريكي. في النهاية مع هذه الضغوط التي بذلها السود نجحوا في تقوية المجتمع الأمريكي وتعاون البيض مع السود، الآن نرى يعني ما يسمى بالحلم الأمريكي قائم حقيقة على حسن إدارة التنوع العرقي والإثني في الساحة الأمريكية. ولكن السود كحركة هناك نفرق تفرقة مهمة جدا ما بين أقلية أو عرقية تناضل من أجل الانفصال عن الإقليم والخروج عنه، عكس أقلية أخرى تناضل وتقاوم وتحتج من أجل الاندماج والمساواة مع الأغلبية الموجودة. فالحركة السود أيضا رغم أنها كانت حركة منطلقة من ظلم وقع على عرق أو جنس في الساحة الأمريكية، لكن كان المخيلة الكبرى لقادة هذه الحركات ليس الانتقام من البيض، ليس هدم معبد علم فيه، ولكن أن نتساوى مع المواطنين الآخرين وأن نكون شركاء في التنمية وفي النهوض. فهذا المنطلق الفلسفي لهذه الحركة وفر لها رؤوس جسور فكرية مع الأقلية مع الأغلبية البيضاء، مكنها من التواصل مع المؤسسات، وفي النهاية دعم كثير جدا من البيض الحقوق السود. والآن وصلنا إلى هذه إلى هذا التوافق والتناغم في المجتمع الأمريكي. أيضا في الساحة الآسيوية أشهر الحركات الكبرى التي تعرف في التسامح ويشهد لها عالميا بقدرتها على إدارة التنوع هي كانت حركة غاندي، عندما كان يقاوم المحتل الإنجليزي كان يدرك أن المجتمع الهندي مجتمع متنوع، يعني على مستوى اللغات تكاد تكون الهندي بها 15 لغة معتمدة، إضافة إلى 720 لهجة مختلفة، إضافة إلى 24 لغة صغيرة، إضافة إلى وجود الإسلام ووجود البوذية ووجود الهندوكية ووجود المسيحية. في هذا التشظي الموجود والتنوع المتفاوت والكبير في الساحة الهندية نجح غاندي بدرجة كبيرة في استعمال كل هذا التنوع، بل يعني كان أحيانا في خطبه مطلع على التراث الإسلامي وكان يقول أريد عدل عمر الفاروق في الحالة الإسلامية، فكان هذا يعني يتماشى مع الحالة الإسلامية، وكان أيضا يقدر كونفوشيوس، وكان أيضا يقدر الديانة الهندوكية، وكان بدرجة ما لا يستفز السيخ. في خلال إدارة هذا التنوع ساعد ذلك غاندي في الحصول على استقلال الهند. ولكن لو تخيلوا لو اعتمد غاندي على طائفته فقط وقال يعني هذه أصل الهند وتحرك من خلالها بالتأكيد كان سيخسر جهود آخرين في الساحة الهندية. فنموذج غاندي وأحيانا عندما كانت تقع اضطرابات ما بين الطوائف الدينية المختلفة كان يعمد إلى تكنيك الصوم والانعزال عن المجتمع الهندي حتى يتصالح الفرقاء، ونجح بدرجة من الدرجات في تقديم نموذج من التسامح والتعايش. ولذلك من كلمات غاندي أن مقياس تقدم الأمم يقاس بمدى تسامحها مع الأقليات الموجود فيها، يعني عنده مقياس كيف ننظر إلى تحضر أمة من الأمم أو دولة من الدول، ننظر إلى فلسفة تعاملها مع الأقليات الموجودة في داخلها سواء كانوا أقليات مهاجرة أو أقليات أصيلة موجودة في داخل هذه الأقاليم. إذا عدنا إلى التراث الإسلامي الزاخر والعامر بهذه النماذج سنجد النموذج الكبير في النبي عليه الصلاة والسلام في مشروعه في المدينة. سافر أو هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وكان اجتماعيا مقسم إلى ثلاثة شرائح كبرى. الشريحة الأولى وهي قادمة وافدة إلى الجسم قادمة إلى يثرب، وهؤلاء هم المهاجرون أصحاب العاطفة الجياشة الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم طائفة شريحة أخرى كانت
بايعت النبي على النصرة شريحة الأنصار وقوامها من الأوس والخزرج، ثم شريحة ثالثة بيدها التجارة والبزنس والأعمال كانت وكانوا مهرة هم اليهود. فانظروا إلى إبداع النبي عليه الصلاة والسلام فيما يسمى في وثيقة المدينة، فاعتبر أن كل هؤلاء شركاء في الدفاع عن المدينة، وأن لهم أن لليهود لهم ما لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ثم انطلق المشروع الإسلامي بعدما نجح في إدارة التنوع الموجود في الساحة في المدينة، وقدم وثيقة تاريخية تأسيسية متقدمة جدا في هذا العصر، وما زالت لحد الآن تمثل نمط نموذج إلهام في إدارة المجتمعات، وكيف نجح النبي عليه الصلاة والسلام كقائد في إدارة التنوع الموجود في المدينة، ودفع به في اتجاه وصالح المشروع وصالح المشروع الإسلامي. فلا بد أن نفرق في الحالة الإسلامية الآن ما بين عقد إمبراطوري قد سلف ومضى، عقد الخلافة كان قائم على وجود حاكم ووجود رعية، والآن عقد الآن دول وطنية قومية جديدة هو قائم على أساس الجغرافيا. نحن مشتركون الآن في بقعة ما، في عقار ما، لا بد بدرجة من الدرجات أن يكون كل الأفراد شركاء في هذا المشروع. والساحة الإسلامية طبعا والحضانة الإسلامية زاخرة بنماذج التسامح والتعايش الحقيقي وإدارة التنوع، بما دفع في اتجاه تقديم نموذج حضاري كبير جدا للساحة الإسلامية. وبعض الكتاب الكنديين يعتبر أن النموذج التسامح في الخلافة العثمانية في صدرها وفي عقدها الأوسط كان نموذجا متقدما جدا وعالميا، وكان مبشرا بحيث أن كان كل طائفة لها تراتبيتها الخاصة ولها محاكمها الخاصة، وكان لهم ممثلون في الديوان في ديوان الخلافة. فالساحة الإسلامية إذا أردنا الآن أن وطبعا بحكم انتمائنا لهذه الحاضنة الإسلامية والحضارة الإسلامية، ينبغي أن نستفيد من هذا التراث في إيجاد حلول وإبداع آليات للتعاطي مع قضايا التنوع الموجود الآن ما بين المسلمين والمسيحيين، ما بين العرب والكرد، ما بين العرب والأفارقة، بين الأمازيغ إلى غيرهم. فلا بد لا شك أن ينبغي أن نصنع نحتا معرفيا جديدا يمكننا من استئصال الأفكار الانقسامية الضارة التي تغتال مستقبل الأجيال. فنظرنا من خلال الساحة الأمريكية كيف تم إدارة التنوع، من خلال الساحة الهندية مع تجربة غاندي، ونظرنا للقدوة الكبرى في الساحة الإسلامية والنبي عليه الصلاة والسلام كيف نجح في إدارة مشروعه في المدينة، وقدم نماذج كبيرة جدا في إطار التسامح. من مما أذكره في هذا الإطار في حفل افتتاح متحف قطر الإسلامي، ومتحف يعني تحفة معمارية، وصممه مصمم مهندس أمريكي من أصل صيني، يحكي في حفل الافتتاح أنه كيف استوحى هذا التصميم لهذا المتحف الإسلامي. يقول يعني لم يكن لي خبرة كبيرة بالعمارة الإسلامية، فطفت في شتى بقاع العالم الإسلامي بدءا من المغرب والقيروان وإشبيلية، وانطلق إلى مصر. قال فلم أجد التصميم ولم أجد الوحي لهذا التصميم إلا في نافورة مسجد أحمد ابن طولون في القاهرة. وبالبحث عن هذا المسجد وكيف بني هذا المسجد حقيقة وتاريخيا، الذي أشرف على بنائه وأبدع فيه هو مهندس مسيحي مصري، فكان يعني كان هذا مظهرا حضاريا لكيف في نجاح الحاضنة الإسلامية في الاستفادة من الجهود. فهذا مسيحي قبطي، هذا قبطي مسيحي يبني مسجدا بهذا الجمال وهذا الإبداع لصالح المسلمين، فكان هذا يعني محط تعليق لكثيرين من الناس أن المجتمعات الإسلامية عندما تكون فيها أفكار عاقلة وراشدة يمكنها أن تقدم نموذج ضخم جدا في التعايش. فينبغي للعاملين في مجال النهضة والتغيير والحركات أن يستعينوا بهذه المعاني، وأن يدركوا أن المكونات الأصيلة في الحضارة الإسلامية، طبعا أبناء الحضارة الإسلامية ليس فقط هم المسلمون، كل من ساهم في الحضارة الإسلامية من مسيحيين العرب، من غيرهم، من الدروز، من الموارنة، كل هؤلاء شركائهم يعترفون بأنهم أبناء الحضارة الإسلامية من حيث الإقامة والإبداع، وقدموا جهودا ضخمة جدا في الرقي بهذه الحضارة الإسلامية، وأيضا تحملوا مشاقا ضخمة جدا وتحديات كبرى جدا في الحملة الصليبية. كان الصليبي القادم أو الحروب الفرنجة كما نسميها نحن لم تفرق ما بين المسلم والمسيحي في المشرق، بل يعني ديست كنائس وقتل رجال دين مسيحيين من قبل الفرنجة القادمين من الساحة الأوروبية إلى الحاضنة الشرقية. بل بعض المؤرخين يذكر أن أسرى لويس التاسع في المنصور في أسرى لويس التاسع في الحملة الصليبية
في المنصورة، والذي أصروا حقيقة هم المسيحيون المصريون أو الأقباط المسيحيون الموجودون في مصر. إذن التاريخ والشواهد دي شواهد ضخمة جدا تدفع في اتجاه التعايش والنهوض والاستفادة من كل المكونات العرقية والدينية والثقافية الموجودة في الحاضنة الإسلامية، والدفع بها في إطار مشاريع وطنية قومية تدفع في اتجاه النهوض والتقدم. ويعني استعنت في الكتاب في هذا الفصل بتقرير رائع جدا، وأحيل يعني لمن يريد الاستزادة، هو تقرير الأمم المتحدة الصادر في عام 2004 من أجل عالم متنوع ثقافيا، ذكر مئات النماذج من الدول التي نجحت في التنوع وتعريف التنوع وكيف يدار سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. فينبغي يعني للحريصين على إدارة هذا الملف والنجاح في ملف التغيير أن يعرجوا على هذا التقرير، فبه في فائدة كبيرة. لكن لا شك قد يبدو للعيان أن التنوع مجتمع من المجتمعات ووجود شركاء مختلفون عرقيا ودينيا ولغويا قد يؤدي ذلك إلى انقسامات وتفجيرات حادة في المستقبل. هناك كما يقولون خمس خرافات أو أساطين تتعلق بهذه القضية. ينبغي للعاملين في النهضة والعاملين في التغيير والعاملين في برامج التنمية والحريصين على نقل المجتمعات نقلات نوعية نحو الأفاق المستقبلية أن ينتزعوا هذه الخرافات الخمس من داخل العقول والأفهام وعالم الأفكار. أول هذه الخرافات تقول هناك تعارض بين هويات الناس وهوية الدول، بمعنى قد تكون دولة من الدول يغلب عليها الدين الإسلامي، فبالتالي إذا وجد فرد غير مسلم في هذه الدولة فهو بدرجة من الدرجات يعني التعارض بين هوية الدولة وهوية هذا الفرد. هذه فرضية خاطئة. الآن بإمكان الشخص أن يكون من أصول أفريقية يتكلم اللغة الأفريقية، أي لغة من اللغة مثلا من اللغة السواحلية، وقد يكون أيضا مسلم ولكنه يحمل جواز السفر الفرنسي، قد يكون فرنسيا بالمواطنة مسلما بالديانة، قد يكون لغته سواحلية، وقد يكون صاحب أفكار يسارية. ليس هناك تعارض ما بين الانتماء دوائر الانتماء ودوائر الولاء، فالانتماء يتعدد والولاء يتوحد. في النهاية هو عنده ولاء للدولة الفرنسية التي توفر الحرية والعيش والحركة والسفر، فبالتالي ليس هناك تعارض ما بين هويات الناس وهويات الدول، بل تنوع الهويات في داخل الدولة الواحدة بدرجة من الدرجات يعطيها قوة أكثر ونضج أكثر وقدرة على التواصل مع البيئة العالمية. وطبعا في استفاضة في الكتاب في هذه الخرافة. الخرافة الثانية تقول أن غالبا المجتمعات المتنوعة والمختلفة عرقيا ودينيا ما تميل إلى العنف، والآن يستشهدون بالحالة العراقية الآن، النزاعات الطائفية الضخمة جدا والقتل على الهوية، النزاعات في رواندا وبوروندي، النزاعات في السودان، ويعتبرون في هذه الخرافة أن التنوع هو منذر خراب بوقوع اشتباكات وعنف. حقيقة بالبحث المعرفي في هذه القضية ليس السبب الحقيقي والأساسي في وجود أحداث من العنف والقتل على الهوية مرجعها الاختلاف في الدين أو العرق أو اللغة، إنه مرجعها الأساسي إلى مظالم مكبوتة في عمليات التنمية. قد تجد إقليم من الأقاليم التنمية متركزة في شمالي وجنوبي مهمل تماما. مثلا في الحالة اللبنانية كان الجنوب وكانت حركات المحرومين، الشمال كان له تعاطي يختلف عن تعاطي مع الجنوب، فبالتالي السبب الأساسي للاحتقانات الطائفية والعرقية ليس والاختلاف الطائفي والعرقي في حد ذاته، ولكن هناك مدخلات ومتغيرات من حيث الظلم الاجتماعي، من حيث معدلات الدخل، من حيث برامج التنمية، من حيث وجود ظلم واستبعاد لطائفة من الطوائف ينتج عنها أن تبدأ هذه الطائفة في الانتفاضة لنيل هذه الحقوق، ومن أجل ذلك تستدعي أحيانا خطابا إيديولوجيا خطابا دينيا. ولكن في الحقيقة إذا كانت هناك مظالم كثيرة وتفاوت في توزيع الدخول وتفاوت في برامج التنمية وتفاوت في البرامج الثقافية وغيرها في الساحة الموجودة في داخل دولة من الدول، كان ذلك نذير بوجود انقسامات حادة جدا قد تأخذ طابعا عرقيا قد تأخذ طابعا سياسيا. لكن في النهاية هذه المظالم إذا تم انتزاعها وتم توزيع الدخول بعدالة وتم توزيع الثروة بهذه الحالة يكون موضوع الانقسام والقتل على الهوية والعنف قد خف بدرجة من الدرجات. وأيضا أحلكم الكتاب فيه تفصيل في هذه النقطة. هناك أيضا
خرافة. ثالثة تقول أن الفكرة هناك تعارض ما بين تنوع الثقافات ووجود هوية موحدة للدولة. يقول مثلا في الحالة المصرية هناك النوبيون لهم ثقافة ولغة مختلفة عن الجنس الموجود، فلو والله يعني اهتموا بهذه اللغة وأصبح لهم يعني فعاليات قد يهدد هذا الجسم المصري. ولكن هذه حقيقة أبدا، يعني التنوع الثقافي الموجود قد يكون إثراء، كما تعرفون أن يعني كما أشعنا في حرب أكتوبر اللغة التي استخدمت في الخطابات العسكرية بين القوات المصرية كانت اللغة النوبية، مما أوقع المحتل الإسرائيلي في حيرة. فتد يعني أثناء الأزمات وأثناء الاحتقاء وأثناء التحديات كبرى الأقاليم تحتشد كل أبناء الإقليم في دفع التحدي الخارجي. فليس هناك تعارض ما بين أن تكون هناك أقليات في داخل الإقليم لها إرث ثقافي مختلف ومتنوع، ولكنها أيضا تكون في إطار وطني ضخم، مثلا في الأمة المصرية أو الأمة المغربية أو الأمة السودانية. الكل يقول أننا من أبناء السودان وأبناء مصر، ولكن من حق أن أمارس مثلا طقس من الطقوس المختلفة في لغة في بعض المناشط الثقافية. فينبغي أن تكون ينبغي أن تتسع صدور الدول والحركات والقيادات وبرامج التنمية إلى الحفاظ على هذا التنوع وإثرائه وجعله نقطة ضعف وليس نقطة من نقاط نقطة قوة، وليس نقطة من نقاط الضعف. هناك أيضا خرافة تقول أن هناك تعارض ما بين إعطاء الحقوق لهذه الهويات وما بين برامج التنمية. فلو أن كل أقلية من الأقليات أعطيت حقها في أو حقوقها، ربما يأتي ذلك على حقوق الجميع. ليس كذلك. من حق كل فرد أن يكون له هوية ثقافية مستقلة، أن يكون له حق من أنه كإنسان يعامل له مشاعر وله أحاسيس ويعبر عنها كما يشاء. فليس هناك تعارض بين أن ينال أو أن تنال الأقليات أو المجموعات الوطنية كامل حريتها وأن أيضا تسير برامج التنمية. من أشهر الكتب التي كتبت في ذلك كتاب صدر في عالم المعرفة للحاصلين على جائزة نوبل في الاقتصاد بعنوان التنمية حرية، كان يناقش ما بين التنمية القائمة على نطاق من إفساح الحريات وبين تنمية قائمة على الجبر، وكان يقارن ما بين النموذج الهندي والنموذج الصيني، وكيف أن الديمقراطية الهندية في تعاطيها مع السكان خاصة في تحديد معدلات الإنجاب والنسل وصلت لنفس النتائج التي وصلت إليها الصين من حيث تحديد عدد النسل، ولكن من خلال إقناع الجماهير الهندية والتعاطي معها ومن دون جبرها وإجبارها على التقيد مولود واحد. فالتنمية حرية، كلما شعت أجواء الحرية والشراكة والتعاون كلما كانت عجلة التنمية والتغيير تسير بدرجة أكبر. كلما كان هناك مظاهر للجبر والقصر وأكيد في النهاية لن تنتج حضارة حقيقية ولا تغييرا جوهريا نوعيا. فهو هذه في الكتاب خمس خرافات تعاطيت معها وحاولت اكتساسها من عقول المهتمين بهذا الملف، أنه لا تعارض بين هوية الناس وهوية المجموعات الوطنية وهوية الدولة. ليس بالشرط أن العنف مآله أو مرجعه لاختلاف الهويات. ليس هناك تعارض بين الحقوق والتنمية. ليس هناك تعارض ما بين الانتماء والولاء. قد يكون هناك خرافة تقول، والله الخرافة الخامسة، أن في بعض الثقافات هي بطبيعتها تدفع في اتجاه التنمية وفي شعوب طبيعتها أنها متقدمة. هذه الفكرة راجت باعتبار نظرية الثقافية، النظرية الجبرية الثقافية، إن والله في ثقافة من الثقافات أو مجموعة من المجموعات هي جينيا مؤهلة للتغيير والتنمية. قالوا ذلك عندما تقدمت الساحة الأوروبية الدول البروستانت، قالوا أن ثقافة البروستانت هي ثقافة تدفع في اتجاه التنمية والتقدم عكس الثقافة أو الديانة أو المذهب الكاثوليكي. وعندما تقدمت إيطاليا كاثوليكية وقادت مساحات كبيرة في التقدم، قالوا والله الثقافة الكاثوليكية هي تحمل نقاط تقدم بدرجة أكبر. ثم عندما تقدمت الثقافة الحضارة الآسيوية في ماليزيا وفي النمور الآسيوية والثقافة البوذية، قالوا أنها تحمل أن بذور التقدم. في الأخير هذه خرافة، ليست ثقافة ما موصومة أو موصوفة منها تحمل جينات تقدم وثقافة أخرى تحمل جينات تخلف. كل الثقافات متساوية، ولكن هناك عمليات تنجح في استخدام المخزون الثقافي ودفعه في اتجاه التنمية وفي اتجاه التقدم. فالانطلاق من ذهنية مشوشة أن هناك ثقافة ما تعادي التقدم والديمقراطية والحضارة وأن ثقافة أخرى ترحب،
هذه فرضيات ليس عليها دليل حقيقي، ولكن في النهاية الإنسان هو الإنسان، إذا توفرت له الأدوات والتحديات والقادة النبيهين يمكن للمجتمعات أن تتحرك بدرجة كبرى في اتجاه التقدم. فهذه كانت إطلالة عن الخرافات العرقية الخمس التي ينبغي أن نتخلص منها القادة العاملون في الساحة التغييرية والساحة الحضارية. هناك تجارب نختم بها في هذا الفصل، تجارب معاصرة نجحت في إدارة التنوع والتجاوز عن الحقد الأسود القاتل المتعدد. تعرفون أن أحد تعريفات الإنسان أنه قادر على تأجيل الانتقام أو على تأجيل العنف. في عالم الحيوان إذا تنافس ذكرين على أنثى ينتهي الموضوع في ساعتها بالعراك، والمنتصر يمشي ويفوز هذا الذكر بهذه الأنثى. ولكن الإنسان لا، قد يؤجل العنف إلى مرحلة ما إذا وقع عليه ظلم ثم يفجره بتفجير غير عقلاني ينتج عنه القتل الصغار والكبار والقتل على الهوية. في الحال جنوب أفريقيا رغم ما وقع من التمييز العنصري على السود، نجح الحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في التجاوز عن هذه الآلام التاريخية. وكان شعار مانديلا كان يقول كنا نقرر في هذه الحركة أننا إذا تجاوزنا هذا النظام لن نجعل هناك تمييزا على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة، وسنجعل هذا التنوع من تنوع اشتقاق إلى تنوع اشتمالي. وفعلا إلى درجة كبيرة نجح النموذج الجنوب أفريقي في استيعاب المكونات المتنوعة من البيض والسود. تعرفون أن في الدستور جنوب أفريقيا هناك اعتماد ل 11 لغة رسمية، ليست لغة واحدة، الإنجليزية أو الأفريكانية أو الفرنسية. كل اللغات الموجودة في ساحة جنوب أفريقيا معترف بها في الدستور الجنوب أفريقي. ويعني ذلك أن المحاكم تكتب ب 11 لغة، أن المدارس ينبغي أن تعلم كل طالب بلغته، وهذا يعني كلفة ضخمة جدا. ولكن إدارة التنوع نجحت الآن في تقديم جنوب أفريقيا كنموذج واعد وحالم في إدارة التنوع في داخله. وانطلق أيضا وانطلاقا من ذلك حسن إدارة التنوع في داخل الجسم الجنوب أفريقي شمل المساواة في فرص التعليم، المساواة في فرص وجود قضاء ومحاكم تنطق بلغات المتهمين المختلفة، أيضا في توزيع الأعمال ونسبة تكوين الشركات ما بها من بيض وما بها من سود. أيضا هناك نموذج بالحاضنة الأسيوية هو نموذج ماليزيا. ماليزيا دولة متنوعة بها أقلية أو مجموعة وطنية صينية تمتلك المال ولها قدرة مالية ضخمة جدا. هناك مجموعات عرقية من أصول هندية لا محترفة في إطار الخدمات وإدارة البنوك. وهناك السواد الأعظم من ماليزيا قبل النهوض كان من الملاوي، هم فقراء وكانت نسبة تعليمهم قليلة جدا. يعني قبل نهوض ماليزيا كان فقط عدد الأعمال المسجلة التي للسكان الأصليين هم ملاوي كان حوالي 10% من حجم الأعمال الموجودة، كان الباقي للصينيين والهنود. ولكن نجح مهاتير محمد وغيره وزملائه في الحاضنة الماليزية في جعل هذا التنوع قوة لماليزيا، واستفادوا من المال الصيني والخبرة الخدماتية الهندية ومن الأيدي الرخيصة الملاوية، ونجحوا فعلا في تقديم نموذج. ماليزيا كانت احتلت في أحد التقييمات من الاقتصاد العشر عالميا. فهذه نماذج معاصرة استفادت من التنوع المختلف في أقاليمها وجعلت منه نقاط ضعف وليس نقاط قوة. أيضا في الساحة العربية الإسلامية النموذج المصري العميق في حسن إدارة التنوع والاختلاف ووجود خاصة يعني وجود الديانة الإسلامية والديانة المسيحية وتأصلهم وتجذرهم في داخل الحاضنة المصرية غالبا على طول التاريخ ما كان هناك حالة من التسامح والتعايش والتعاون والوقوف وجه التحديات والاشتراك في الحروب على الاشتراك في الدفع والزود عن 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 التحديات في الساحة المصرية. ونماذج ثورة 19 ورفع الهلم مع الصليب ونماذج أخرى وكبيرة جدا كانت قدمت نموذجا رائعا جدا في التسامح. وينبغي الآن في الحضنة المصرية أن يكون هناك انتباه من حركات التغيير والمجتمعات والدول في نزع فتيل الاحتقانات الطفيفة التي تقع بدرجة من الدرجات، والنحت حول الأسباب الحقيقية لهذه الأزمات العارضة التي أعتقد أنها ليست في أصلها قائمة على أساس تمييز ديني أو غيره، ولكن هناك بعض الأخطاء تقع من طرف هنا أو هناك ينبغي تجاوزها
من أجل المحافظة على النسيج المصري المتسامح على مدى الزمن. من خلال هذا الاستعراض نكون يعني طفنا بكم في هذا اليوم في النقاش والإبحار في التنوع الموجود في الحركات، ومنطلقين من أن التنوع المجتمعات قوة وليس قوة وليس ضعفا، وأن ينبغي للعاملين في حركات التغيير وبرامج النهوض وبرامج التنمية أن يراعوا التنوع الموجود في الحالة، التنوع الموجود في مجتمعاتهم، وأن يجعلوه من نقاط القوة وليس من نقاط الضعف. وختمنا هذا الفصل بمجموعة من المعادلات الذهبية. أولا، نحن نتكلم عن الثلاثية الحساسة التي تواجه الحركات في قضايا الاختلاف العرقيات والديانات واللغات. لا بد لحركات التغيير أن تحترف حسن التعاطي مع الثلاثية الحساسة. ينبغي للحركات أن تفرق بين المكاسب الصلبة والمكاسب الهشة. ينبغي للحركات ألا تقع في فخ الخرافات العرقية الخمسة. لابد للحركات الجديدة أن تدرس تجارب الحركات التي نجحت في التعاون مع الثلاثية الحساسة، مثل تجربة جنوب أفريقيا وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والاتحاد الأوروبي. نختم ببعض المعادلات الذهبية. حركات تغييرية مضاف إليها حسن التعاطي مع الثلاثية الحساسة تعني مجتمعا قويا. حركات تغييرية مضاف إليها سوء التعامل مع الثلاثية الحساسة تعني مجتمع مأزوم ومفتت ومهدد. فبهذا نكون انتهينا من استعراض الفصل الثاني في كتاب حركات التغيير والحراك الجماهيري في إطار سلسلة الجغرافيا في خدمة الشعوب، هو من أحد الإصدارات الأولى للمجموعة الجيوستراتيجية للدراسات. وإلى لقاء قادم إن شاء الله.